ويدخل الجنة إلا بعقيدة سليمة، لأن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي أعظم شيء يمتلكه المؤمن الصادق الصالح الولي التقي لله سبحانه وتعالى. فالآية دي بتوريك كيف تصحح عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أننا كلنا ذو خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال قل إن صلاتي، الصلاة معروفة منها الواجب وهي الصلوات الخمس، ومنها المستحب مثل قيام الليل والسنن الرواتب والرغيبة والضحى وغيره. قل إن صلاتي، ربنا قال لك الصلاة لابد تصرفها لله سبحانه وتعالى، تقول لي الله عز وجل براو، لأنه ليلة واحد مثلا، وإن كان ده ما قاعد يحصل، لكن لو ضربنا مثل زول قال نويت أصلي صلاة العشاء لحاج فلان، ما لي الله الصلاة ما لي يا جماعة بتكون شنو؟ باطلة. لأنه من شروط صحة الصلاة، وهي خمسة شروط، شروط صحة الصلاة خمسة، من شروط صحة الصلاة الخمسة أول حاجة النية، إنه الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى، بعد ذاك استقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة والطهارة، الخمسة شروط لصحة الصلاة كما وضعها الفقهاء. فلو زول نوى يصلي لغير الله صلاته ما لا يا جماعة باطلة، حتى لو صلى في الوقت صح وصلى في الجامع وتوضأ وتطهر صح واستقبل القبلة صح، لكن صلى لغير الله وكانت نيته لغير الله صلاته باطلة، بل حيكون أشرك بالله. ليه؟ لأنه الصلاة عبادة، فلو صرف لغير الله يكون عبد غير الله. عشان كده ربنا قال في الآية دي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ده أول حاجة الصلاة. بعد ذاك ربنا قال ونسكي، النسك العلماء قالوا هو الذبح والنحر. الآن عيد الضحية مضى قريب، الذبح بتاعك ده في عيد الضحية، في أي ذبح لك لبهيمة ذبحتها، ربنا قال زي ما الصلاة لله كذلك يا جماعة الذبح يكون لمنه يا جماعة؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال في نهاية الآية لله رب العالمين لا شريك له. يبقى زي ما زول صلى لغير الله أشرك به الله، والزول صلى لله وحده لا شريك له وحد الله، كذلك الإنسان الذي يذبح لله وحد ربنا، والإنسان الذي يذبح لغير الله أشرك بربنا وعبد غير الله، عديل كده، لأنه في نهاية الآية ربنا قال لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة عجيبة وغريبة للصحابة، لحد ما الصحابة ذاتهم استغربوا منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وكلمة ذباب، الإمام النووي قال ذباب ما جمع، إنما ذباب هو المفرد، الناس بيقولوا المفرد ذبابة، ذباب مفرد والجمع ذب وذبان، لكن ذباب دي واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رجل دخل الجنة بسبب ضبانة واحدة، والثاني دخل النار نار جهنم بسبب ضبانة واحدة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كلام ده عجيب وغريب، كيف يا رسول الله وضح لنا. قال مر رجلان على قوم لهم صنم، بالقصة في اثنين مروا على قوم عندهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. الصنم ده ما بزول بيجي قاطع الشارع بتاعه لحد ما يطبح للصنم ده حاجة، ما لي الله
حتى يخلوه يقطع الشارع ده، يا يقتلوك يا تطبح يقتلوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي القصة، قال: فقالوا للأول قرب، اطبح لغير الله، اطبح للصنم ده. طبعا الضبيحة لغير الله شرك يا جماعة، زي الصلاة لغير الله شرك وكفر بالله. قال: ما عندي شيء أقرب. قال: والله أنا مفلس ما عندها، لكن لو لقيت بطبح. الجماعة مجرمين ما خلوه. قال لي: قرب ولو ذبابا، ضبانة واحدة أطبحها للصنم ده. مسك له ضبانة ضبحها للصنم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فخلوا سبيله فدخل النار. يا جماعة زول ضبح ضبانة لغير الله، ضبانة لغير الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إنه زول ده كفر ودخل وين؟ دخل النار ضبانة. قالوا للثاني: قرب أطبح. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ما بطبح لأحد دون الله عز وجل شيء، لا ضبان لا نمل لا خروف لا بهيمة، الضبيحة تكون لي الله براه. زي ما ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي يعني، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فضربوا عنقه، لما أبى يطبح للوسن ده ضبحوه ذاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث حديث عجيب وعظيم، كيف يبين لك خطورة الشرك بالله، وإن الشرك قد يحصل للإنسان ويقع فيه الإنسان بحاجة صغيرة في نظره، ولكنها عند الله عظيمة وكبيرة. لأن الرجل الأول أشرك بالله ودخل النار كيف؟ بحاجة في نظر الناس صغيرة، ضبح ضبانة لغير الله. والرجل الثاني أبى يضبح شيء لغير الله، ربنا رفع ودخله الجنة. يبين لك برضو فضيلة التوحيد، وإن الإنسان إذا كان بيصرف العبادات كلها لله، الدعاء الذبح في الدعاء ما يدعو إلا الله، لأنه في ناس الليلة الواحد يخلي الله الحي الذي لا يموت ويمشي يدعو الميتين في قبوره: يا فلان ابن علان، خلينا من اسمه، يا فلان ابن علان تنجدني وتفزعني وتديني، والمرة ما ولدت والمطر ما نزلت. يا أخي ده بيولد المرة، ده بينزل المطر، الجنع ربنا ما عند زول يا جماعة. وما في زول بينكر الأولياء، في أولياء في أولياء، لكن الولد ذات وما بقى ولي لله وصالح لله عز وجل إلا بعد ما هو بقى نجيط وعبد ربنا تمام. فإنت بدل ما تعبد ربنا تمام تبقى ولي زيه، تخلي الله وتعبد لك بشر وتكفر بالله وتشرك بالله، ده ما أقول سليم ولا من الدين في شيء. ففي ناس بيخلوا ربنا الحي الذي لا يموت ويمشوا للموت بحجة إنه ده صالح وده ولي. قول صالح ما في مشكلة، ده صالح انتهينا. هل تعبد وتخلي الله؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم في زول أصلح منه يا جماعة؟ في زول أصلح منه؟ في زول زيه طيب؟ لا في زول زيه في الصلاح والتقوى، لا في زول أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما عدا ما رضى إنه يخت مع ربنا سبحانه وتعالى ويساو مع ربنا. لما دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد. المفروض يقول شنو؟ ما شاء الله ثم شئت. هو قال: ما شاء الله وشئت. الواو دي هنا غلط، ليه؟ لأنه بتقتضي التسوية. فقال ما شاء، المفروض يقول ما شاء الله ثم شئت، لأنه ثم تقتضي الترتيب مع التراخي ما بتقتضي التسوية. لكن الرجل غلط، قال: ما شاء الله وشئت يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال للرجل: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ده سيد البشر يا جماعة، وسيد الرسل، وسيد الأنبياء، وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، ما رضى إنه يشركوا مع الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا. الليلة في ناس لهم أنبياء ولهم رسل، والله أعلم يكون أولي أو ما يكون، الناس بيشركون مع الله والله زيدة،
وبلدنا دي مليانة ملي جد من الأنواع دي، وده المعطل البلد دي بالمناسبة والمؤخرة، لأنه في كثير من الناس، أنا ما بقول كل الناس، في ناس كويسين وفي ناس موحدين ما شاء الله وفي ناس أهل تقوى إيمان، لكن أكثر الناس الليلة يلتجوا إلى غير الله، بل ما يرضوا الكلام في الكلام ده ذاته. واحد لما أنت تقول له الله براه تلقاه يحنبك يزعل، إلا يحشروه يدخلوه مع ربنا. يا ناس كيف ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد زيكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الله قال ادعوهم الميتين دي، وربنا سبحانه وتعالى قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الزول الميت في القبر ده ميت، أول حاجة ما حي عشان يسمعك، نمرة اثنين ربنا قال لك وزات ما حاسي ولا شاعر بيتين يقوم وبيتين يبعث. يا جماعة شوفوا الكلام ده كلام منطقي بنسبة 100%. ليه؟ لأنه كلام واضح وعليه الأدلة من الكتاب والسنة. زول مات، هو منو دخل لي وسع؟ زول مات دفنه تحت، هل ممكن يسمعك؟ هل ممكن يديك الجنة؟ هل ممكن ينزل المطر؟ هل ممكن يديك الرزق؟ هل ممكن يخلق لك مع ربنا زي ما ربنا بيخلق جنة في بطن زوجتك؟ واحد يسوق مرته 10 سنة ما ولدت يوديها القبر، يا شيخ فلان مرتي ما ولدت دايرين الجنة، يا أخو مات يديك جنة كيف؟ هو لو كان يملك الحياة أو الخلق أو الرزق ما كان مات أصلا، كان بقى على قيد الحياة. دي أول معلومة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ما في أحد، قال هل بتجد أحد أضل من الإنسان اللي بيدعو غير الله؟ ما في. قال تعالى في القرآن الكريم ومن أضل. شو القرآن ده واضح كيف يا جماعة؟ واضح، وما بيتقبلوا إلا الإنسان القلب طاهر القلب نظيف، يتقبلوا ويفرح بالكلام بالقرآن والكلام في التوحيد والعقيدة. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله قال منو؟ منو أضل من الزول اللي بيدعو غير الله؟ منو ده؟ ما في أضل منه. وقال اللي بتدعوه ده الميت ده كان صالح ولا طالح؟ قال ما بيستجيب لك لحد يوم القيامة، أقف جنب قبره يا حاج فلان أنجدني وابزعني، يا حاج فلان المرة ما ولدت، يا حاج فلان. ربنا قال لحد بتين ما بيستجيب؟ قال ما بيستجيب لحد يوم القيامة ما بيستجيب. شوفوا القرآن ده واضح، لكن في ناس كثيرة بتتلولو ساكت. واضح كلام ربنا، هو ده المصحف سورة الأحقاف الآية 5-6 من سورة الأحقاف. ربنا قال وهم عن دعائهم غافلون. اللي بتدعو ده غافل لأنه ميت، غافل. يوم القيامة بيحصل شنو؟ بيشاكلوا مع بعض، الزول الخلى الله ودع الزول الميت ده والميت ده، الاثنين بيشاكلوا مع بعض. ربنا قال وإذا حشر الناس يوم المحشر يوم القيامة كانوا لهم أعداء، العداوة بعد، وكانوا بعبادتهم كافرين. الله قال أي زول بيدعو غير الله ويسأل غير الله معناته عبد غير الله، لأنه قال وكانوا بعبادتهم كافرين. وربنا قال في الآية الثالثة إنه أي إنسان يدعو غير الله ده من الكفار من الكافرين. يا ما ده كلام الله. ربنا قال ومن يدعو مع الله، شو القرآن ده براك واضح ولا ما واضح؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عشان كده أي عبادة، الذبح، الدعاء، النذر، التوكل يكون لله سبحانه وتعالى. إياك تصرف عبادة لغير الله. والغريب كل الناس متفقين إنه الصلاة دي تكون لله، ولك لأنه دي عبادة الركن الثاني. طيب الدعاء ده ما عبادة؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فطالما الناس كلها متفقة إنه الصلاة لله، ما في زول يجوز يقول أنا ده أصلي لحاج فلان أو شيخ فلان أو الولي فلان، كذلك الدعاء ما يجوز تدعو فلان أو علان أو الولي فلان. ليه؟
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فإذا دعيت الله عبدته، دعيت غير الله عبدت غير الله، ما في أي كلام ثاني ولا في كلام أوضح من الكلام ده. كذلك التوكل، التوكل زول الليلة الناس كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، واحد تلقاه لابس حجاب تميمة أو معلقة على ولده أو معلقة في الدكان في البغالة أو في المغلق أو معلقة في العربية أو في الحمار أو في غيره، ده شنو يا حاج فلان؟ يقول لك ده حجاب بيحجب من العين، والثاني ذاك شنو الأسود الحجاب الثاني؟ ده حجاب بيجيب الرزق وبيكف العارض. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ربنا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما الحجاب؟ إن الله هو الرزاق، ما الحجاب؟ وربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل الرزق عند الله، ما في فقير بيكتب حجاب أو شيخ أو فقير أو غيره يملك رزق بدليل، دليل عقلي، إنه الفقير ذاته لما يكتب الحجاب بيشيل قروش بياض زي ما قال عمنا بيسموه بياض. طيب معناته الفقير محتاج لرزق، ومعناته الفقير كذاب لما يقول لك الحجاب ده بيجيب قروش، لأنه ذاته شال منك قروش. لو كان الحجاب اللي اداك له ده بيجيب قروش كان درعه في رقبته كان أكله عديل عشان يجيب له قروش، ولا ما كده؟ ده بس بالعقل كده. أما من الشرع من الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزول المؤمن تمام يفرح. ليه؟ لأنه الآن دار يسمع كلامنا يا جماعة، كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يفرح. والزول المجرم بيزعل، ده شنو الكلام ده؟ ده تلقاه بيزعل لأنه ربنا قال كده. ربنا قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده قلت الله براو، في زول بيزعل، الله براو في زول بيزعل. قال: وإذا، ده القرآن، ربنا قال: وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. تلقاه يعرض حاج فلان ما شاء الله، تقول له الله براه يقوم يزعل. وده الحاصل الليلة يا جماعة للأسف الشديد، ودي وده المؤخر الأمة دي، ده السبب، ما في سبب غيره ثاني، ده السبب الأعظم، والأسباب الباقية كلها تبع، لكن ده الأعظم، ما في سبب أعظم ورئيسي غير السبب ده، والله الذي لا إله غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من علق تميمة حجاب يعني فقد أشرك. والحديث ده عنده قصة، جو 10 أنفار للرسول صلى الله عليه وسلم داري بايعوه على الإسلام، فقام بايع 9، في واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعه، قال له: يا رسول الله جوك 10، في واحد بيت تبايعه ليه؟ ليه؟ قال: إنه معلق تميمة لابس له حجاب، لابس له حجاب. الرسول أبى يسلم عليه عديل كده وأبى يبايعه عديل، الرجل طوالي دخل يده وقطع الحجاب وفناه، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس: من علق تميمة فقد أشرك. ليه اللي بيعلق حجاب أشرك؟ الرسول ليه قال الكلام ده؟ لأنه يا جماعة الناس اللي بيعلقوا حجابات على أنفسهم أو شفعهم أو نسوانهم أو البيت أو العربية أو غيره لواحد من سببين، أو السببين مع بعض، ما في سبب ثالث، إما لجلب نفع، يقول لك ده حجاب بيجيب الرزق، ده حجاب بيسوي، ده حجاب بينجح الولد في امتحان الشهادة السودانية إلى آخره، أو السبب الثاني لدفع شنو؟ ضر، يقول لك ده بكف العارض، ده من السلاح، من البنية، من السكين، من من العقرب، من الدبيب إلى آخره، إما لجلب نفع وإما لدفع ضر، ديل السببين. ربنا سبحانه وتعالى قال الاثنين ديل بيده هو وحده لا شريك له. قال تعالى في القرآن الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. خلاص انتهى. يبقى أي زول اعتقد النفع في غير الله أو دفع الضر في غير الله سبحانه وتعالى ده طوالي أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه جلب النفع ودفع الضر الاثنين بيد الله سبحانه وتعالى. أنا أديكم حجاب
يحجبك من الشرور، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما في بياض، ما في بياض بالدلع فكيه. قال له شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصباح بعد ما صليت الصبح وقلت أذكار الصلاة، أقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد كاملة 3 مرات، ما تزيد ولا تنقص لأنه الرسول حدد كده 3 مرات. وأقرأ سورة الفلق قل أعوذ بربي الفلق سورة كاملة 3 مرات. وأقرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس 3 مرات. أقرأ كل واحد 3 3 3 الصباح، وكل واحد 3 3 3 بعد ما صليت العصر وقلت أذكار الصلاة، أقرأ الكلام ده، أقرأ الآيات دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك من كل شيء. يعني شنو تكفيك من كل شيء؟ شوف الخير في التزام الإنسان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بمباراة الفكاهة والدجالين والسحرة العاملين فيها للناس صالحين وأولياء، هم كذابين ودجالين. الخير في مباراة درب الرسول يا جماعة، ما دريم زول تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعني شنو تكفيك من كل شيء؟ العلماء قالوا تكفيك من كل شيء تحتاجه من الخير، وتكفيك من كل شيء تخاف منه من الشر كله. بس تقرا الايه دي وانت ماشي في الشارع، انت قاعد في الجامع، انت اي مكان اقراها في سرك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحجبك ويكفيك من كل حاجة خايف منها، ويديك أي خير أنت تطلبه في اليوم ده وفي الليلة اللي قريت فيها. ده داير له بياض، ده داير له بياض، داير له قروش، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال كل العبادات تصرف لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كله لله يا رب العالمين. الناس لو بقت عباداتها ومحياها ومماتها كله لله رب العالمين، والله يا جماعة حالنا ينصلح. لأنه ربنا قال في آية صريحة في القرآن واضحة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. جزاكم الله خير لحسن الاستماع، ومعذرة للإطالة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.